طيب في الدرس احنا بنتكلم عن الهايبر لينك. يعني شنو هايبر لينك؟ مثلا اذا احنا عاوزين نعرض الديتيلز الخاصه بالبوستر الاي دي بتاع 7، اوكي، بنجي هنا على اللينك بتاعنا مانوالي، نكتب 7، بعد كده بيعرض لنا الديتيلز الخاصه بالفيو دي. بس احنا ما عاوزين الكلام ده يتم كده، عاوزين يتم بصوره دايناميك زي ما احنا عملناه دايناميك بالنسبه للباجينيشن. بيسمع الرابط هنا، ادوس عليه بنقولنا على الصفحه التاليه. كمان حنجي نعمل لكل بوست لينك بتاع ديتيلز خاص بها. طيب هنمشي على السيريالايزر، اوكي، هنجي نضيف حاجه اسمها هايبر لينك لينكد ايدنتيتي فيلد، اوكي، شو الكونسول. تمام، انا استخدم الهايبر ايدنتيتي فيلد هنا في الكلاس بتاعنا بتاع الليست تحديدا. خلينا نقول يو ار ال اللي هو الرابط بتاعنا، الفيلد بتاع الرابط ايكوال تو هايبر لينك، مر لها بارامترين. الاول هو الفيو نيم اللي هو حيكون اسم الرابط بتاعنا في اليو ار ال، الديتيلز النيم بتاعه شنو اللي هو ديتيل. بنقول الفيو نيم ايكوال تو ديتيل، و اللوك اب فيلد، طبعا عارفين اللوك اب فيلد هو شنو، هو الديفولت بتاعه بي كي، لكن احنا هنا بنستخدمه للاي دي بتاعنا. نعمل سيف، بعد كده نمرر اليو ار ال فيلد، خليه اخر واحد في الفيلد بتاعتنا. نعمل سيف. طيب بعد كده نعمل ريلود هنا، زي ما شايفين بدأ يعرض لي اللينك بتاع الديتيلز الخاصة بكل بوست. نشوف هنا زي ما شايفين بيعرض لك الديتيلز بتاعت البوست من عن طريق اللينك ده. كمان ممكن نضيف اللينك الخاص بالديليت، but it's not highly recommended، فأنا أنصح إنك تضيفه. فحدينا، نلتقي في الدرس القادم. السلام عليكم.